النهارده في عز البرد اللي احنا فيه ده، غيرت هدومي وتقلت وقلت اروح اتفرج على اول مباراه لمركز شباب منتخب مصر ضد نيجيريا في كاس الامم الافريقيه 2022. ويا ريتني ما رحت، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله احنا كنا زي الزفت، كنا زي الزفت زي الزفت زي الزفت، من اول حارس المرمى لغايه احنا ما وصلناش ال 18 عندهم اصلا، ودي كان ليها اسباب، والاسباب دي مش هتسمعها غير من انا. منتخب مصر النهارده كان خايف على اللعيبه، يعني ومش عاوز يروح ال 18 خوفا او خشيه من فيروس كورونا المستجد او الفيروسات المستجده الثانيه يعني. فبنلعب على قدنا، احنا بنلعب في مساحتنا، مش هنخرج، مش عايزين نروح نعدي اي لعيب هيتصاب الناحيه الثانيه، فمشكله جدا. فالمنتخب النهارده مسلم نفسه وقال الصحه والسلامه المهنيه والسلامه اولا، او الصحه ابدا من اي شيء. ده المنطق اللي كان بيلعب بيه كارلوس كروش النهارده، خوفا على اللعيبه عشان نرجع في اول قطر راجع من الكاميرون، وان شاء الله باذن الله نرجع سالمين غانمين. وهم اتفقوا مع عصام الحضري وابو جبل يفضلوا في مصر هنا، يعني خليكم يعني هنا عشان تراقبوا الموضوع وتشوفوا ايه الدنيا اللي بتحصل ايه ورد فعل الجمهور، عشان احنا جايين قريب يعني. خلاص ده دي حاجه يعني، وعشان نجهز للنادي الاهلي عشان هيروح يلعب في كاس العالم للانديه لازم نجهزه وباعلى التجهيزات والحاجات دي كلها. فاذا النهارده يعني تحرك لا ارادي في خط نص منتخب مصر او مركز شباب منتخب مصر. محمد الشناوي بقى له فتره الكره اللي بتروح عليه بتدخل جون، 10 15 ماتش مش هو محمد الشناوي بس، ابراهيم فايق بينفخ، ومدحت شلبي كوتونيل بينفخ، واحمد شوبير والكلام ده كله. فالعمليه موضوع سبوبه. محمد الشناوي الكره اللي بتروح عليه بتدخل جون، واسمه افضل حارس مرمى في مصر موجود، الاعلام اللي بيقول كده، لكن انا هتسمع مني انا، محمد الشناوي ما يصلحش ان يبقى حارس مرمى منتخب مصر. تعترض تتفق مش مهم يعني، المهم ان انا بقول مقوله ان هيكون سبب من اسباب خروج مصر او مركز شباب منتخب مصر من كاس الامم الافريقيه هو محمد الشناوي. تاني حاجه كارلوس كروش، كارلوس كروش يا جماعه من الواضح ان هو كان مدرب كره يد ومن كفر الشيخ وعنده مشكله في لسانه، فاحنا فكرنا ان هو بيتكلم انجليزي، وجبنا عم سيد ابو السيد، والكلام ده قلته قبل كده، عم سيد ابو السيد اللي هو كان شغال على الطريق المحور الدويري ده اللي كان فاتح بتاع كوتش، فاتفق مع كارلوس كروش وقال له ايه، وكارلوس كروش ما اسموش كارلوس كروش على فكره يعني، احتمال ده احتمال يعني، واتفقوا مع بعض ان هو يشتغل الشغلانه دي ومع ناس من اتحاد الكوره وهنظبط مع بعض، واحنا اللي بنشيل الليله واحنا اللي بندفع الثمن. يعني النهارده انت رايح على القهوه يعني كل الهجمات على منتخب مصر، مفيش كوره تروح الناحيه الثانيه يا اخي، كوره نشوفها تروح الناحيه الثانيه، نحس ان منتخب مصر بيلعب كوره، ننزل واحد نلعب 13 طيب محدش هيحس، احنا بنلعب في الكاميرا احنا مش في حته ثانيه. المهم يعني ان شاء الله باذن الله قريبا مركز شباب منتخب مصر يرجع من الكاميرون سالما غانما، وان شاء الله بدون اصابات وبدون وفيات، وان شاء الله باذن الله يرجعوا سالمين غانمين ونحتفل برجوعهم ان شاء الله باذن الله، وعليه العوض منه العوض.